موجودين هنا في المركز الأولمبي للمنتخبات الوطنية. بصراحة ولادنا اللي بيجوا هنا معاملتكم معاهم، إقامتهم، احتياجاتهم إيه؟ نحن في الآخر عايزين نوري بأهالينا ونوري حتى الناس اللي بيتابعونا إحنا بنعمل إيه لأبطالنا في مصر. والله يا فندم أقول لحضرتك حاجة، يعني ساحد بتقول بصراحة، إحنا ما بنتكلمش غير بصراحة. نعم. لأن إحنا بنمثل دولة ودولة كبيرة يعني زي مصر. المركز الاولمبي زي ما سيادتك شفت، يعني اعتقد انا سامع ان سيادتك عامل في جوله من احسن المراكز الاولمبيه في العالم كله، ودي حاجه مش عايز اقول بقى ان انا بقولها، انما دي حاجه العالم كله بيشهد بيها. معالي الوزير ما شاء الله موفر لنا هنا اقامه كامله، يعني احنا كفريق ملاكمه منتخب ملاكمه، احنا كتر خير الانديه ومراكز الشباب بيطلعوا لنا لعيبه، انما احنا هنا اللي بنصنع الابطال في المركز الاولمبي، لان احنا من اي تو زد بنصنع الابطال. فاحنا هنا في المركز الاولمبي قاعدين ال 12 شهر في السنه، يعني احنا ما بنتحركش، ما بيطلعش المركز الاولمبي الا اذا كان عندهم خميس وجمعة اجازه او عندهم سفريه بره، انما احنا هنا في المركز الاولمبي قاعدين زي ما سيادتك شايف، كمان الصاله معموله على احدث ما يكون، غير الصاله في الحاجات الخدمات اللوجستيه، يعني في الحاجات اللوجستيه اللي هي بتخدم الملاكمه زي حمام السباحه، الجيمنيزيوم، زي الصالات الاخرى. فبصراحه احنا هنا قاعدين يعني اكرامه كامله للاولاد، والحمد لله احنا بنعمل اعلى. العائد ايه والنتائج ايه اللي احنا بنحققها في الملاكمه؟ لا احنا بقى مش هينفع احنا نقول لنفسنا، يعني احنا الحمد لله احنا لسه جايين اهو من بطوله العالم. الحمد لله كان معانا الكابتن يسري وكان جايب ذهب افريقيا وجاب البحر ذهب البحر المتوسط، وان شاء الله بنعده ان شاء الله التاهيل الى الالعاب الاولمبيه، وان شاء الله نتمنى ليه التوفيق ان احنا نجيب ميداليه اولمبيه. سعاده الوزير برضو حاطه من ضمن المشاريع الرعايه الخاصه غير رعايه الدوله. ربنا جنب سياده الوزير، يعني غير رعايه الدوله ما شاء الله بقى. مبروك دكتور عبد العزيز، عضو اللجنه العلميه واستاذ دكتور في مجال هذا التخصص، غير بقى جانب يعني ان هو بطل سابق. لا بطل سابق كمان في الملاكمه ورئيس الاتحاد، وله اسمه ورسمه في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي، عشان برضه نبقى عارفين. يعني عليكم تحدي في اولمبياد اللي جاي باريس، استعدادات ايه من النهارده؟ السنوات بدات من الاولمبيات اللي فاتت. نعم. ان احنا معسكرين هنا في المركز الاولمبي وعبر محطات وبطولات بنلعبها، ابتدت بدوره العاب البحر المتوسط كنا جايبين فيها ذهب انا والبطل عمر عبد العزيز برونز، وكان في البطله يمنى برونز، وبعد كده بطوله افريقيا كنت جايب فيها ذهب ومعانا ثلاث ميداليات كمان، ثلاثه برونز وانا كنت ذهب، وبعد كده بطوله وديه كنا جايبين فيها كنت جايب انا فيها ذهب بطوله اسمها كاس العالم لدول النفط في روسيا، واخرهم بطوله افريقيا واخرهم كنا في بطوله العالم، ولسه طبعا في معسكرات والتأهيل. بتوعدنا في باريس ان شاء الله، بتوعدنا بتوعد مصر بايه ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، ربنا كده يسهل الحال ونجيب ميداليه اولمبيه ان شاء الله. خلي بالك العالم كله بيبقى بيشوف دي اولمبياد، وبتبقى حاجه للتاريخ. اكيد طبعا طبعا، مش كده؟ اكيد يا رب ان شاء الله ان شاء الله. دكتور كل التحيه للابطال. ربنا يخليك يا فندم. والله احنا بنشكر حضرتك طبعا، هو المعالي الوزير لما بيجي طبعا شرفت شرفتنا، دي بتبقى يعني خدمه او حاجه دافع اكتر للابطال، يعني برضه لما يحسوا ان الدوله مهتمه بيها، لان احنا الدعم الرسمي للملاكمه هي دوله مصر، ممثله في وزاره الشباب والرياضه ومعالي الوزير. معالي الوزير يعني مش عايز اشكر فيه لان هو واقف قدامي، لان ده راجل متخصص، راجل علمي، راجل فعلا رياضي، راجل بطل في لعبه فرديه زي الالعاب بتاعتنا ديت. فاحنا بنشكره طبعا عبر الاسير وعبر سيادتك، بنقول له متشكرين، وان شاء الله بنوعده والشباب دول كلهم ان شاء الله بنوعده ان احنا يعني نعمل حاجه تليق بمصر وسمعه مصر وتليق بالخدمات اللي قدمها لنا معالي الوزير. شكرا دكتور. ولاد المشروع القومي، احنا طبعا ده منتخب. نعم يا فندم. ولاد المشروع القومي اللي في المنتخب هم مين؟ وايه المشروع القومي اللي حضرتك برضه بتشرف عليه مع الوزاره؟ شوف حضرتك، المشروع القومي للموهبه الرياضيه والبطل الاولمبي ده من احسن المشروعات اللي اتعملت الدوله، خصوصا للالعاب الفرديه، لان الالعاب الفرديه بتصرف كتير، ما فيش سبونسر ليها غير وزاره الشباب. عملنا المشروع القومي للموهبه الرياضيه والبطل الاولمبي، وبعدين بصراحه برضه عشان سياده الوزير موجود وعمل لجنه علميه برئاسه الدكتور كمال درويش، عملوا حاجه جميله قوي اسمهم مشروع الصفوه. يعني مشروع الصفوه ده خدوا الاولاد الكويسين قوي المشروع الموهبه الرياضيه والبطل الاولمبي عشان يعملوا صفوه، وفينهم اثنين هنا معانا موجودين هنا، ودول ابطال العرب واخدين ميداليات ذهبيه في بطوله عربيه مصنفين عالميا. وحضرتك دلوقتي احنا واقفين دلوقتي هنا وفي بطوله في شرم الشيخ لاعبين فيها في كل المشاريع الوطنيه موجودين هناك، في حوالي 16 مشروع في 16 محافظه، في منهم ممثل اكثر من 114 لاعب موجودين دلوقتي في شرم الشيخ بيلعبوا معانا بطل ومع اثنين كمان. دول الصفوه دول حضرتك احنا يعني هو كويس ايه
ان المشروع الوطني دوت ما وقفش على عند مستوى معين، لا هو ما كمل المشروع الصائل اللي هو المشروع قوم الناشئين وبني الواعدين وبعدين عملوا لقطه الصف. فانا بشكر معالي الوزير وبشكر الدوله المصريه وبشكر وزاره الشباب والرياضه، لان المشروع ده حضرتك هو اللي خلى الالعاب الفرديه تتنفس. بيصرفوا عليها بصراحه مصاريف، هي لان الرياضه مصاريف والدوله عمليه اكتشاف الناس منين يعني، شبابنا دول من انهي